كان حنون، حنون علي وعلى جواد وخصوصي على علي، انه علي كان عمره 6 سنين لما. فبدك اليوم بيقرب ببوسني بيعبطني بيقول لي انا ماشي، فبينزل على الدرج وما انا بلحقه بقول له قديش مطول، بيقول لي 3 ايام بالكثير 4 ايام وادعي لي ما ارجع. ولا يوم غاب عن بالي. لاول مره زينب وجواد حسن نصر الله يحكيان شقيقهما الشهيد هادي في الذكرى 23 لاستشهاده اليوم السبت الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف وبيروت.